بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات برنامج التعليم المفتوح أو التعليم المدمج مادة حقوق الإنسان، نلتقي اليوم في المحاضرة الثالثة والأخيرة لمقرر هذا العام، وسوف نتعرض في هذه المحاضرة لموضوع الترابط بين السلم الدولي وحقوق الإنسان. هذا الموضوع موجود في القسم الأول تحديدا في الفصل الثالث. يفترض بعد انتهاء من دراسة هذا الموضوع أن يكون الطالب ملما بحجم التلازم الواضح بين احترام حقوق الإنسان والمحافظة على السلم والأمن الدوليين. كذلك ينبغي على الطالب أن يكون ملما بأوجه الترابط بين السلم الدولي وحقوق الإنسان. أصبح احترام حقوق الإنسان بعد الحرب العالمية الثانية من الأمور الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي، حيث أعطت الحرب العالمية الثانية شواهد قاطعة على العلاقة القائمة بين السلوك الدكتاتوري أو السلوك الاستبدادي الذي تسلكه حكومات بعض الدول تجاه مواطنيها وعدوانها على دول أخرى. فإذا كان القانون الدولي التقليدي اعتبر ان معاملة الدولة للفرد من قبيل المسائل الداخلية التي لا يجوز للدول او المنظمات الدولية ان تتدخل فيها، فان مآسي الحرب العالمية الثانية وما نتج عنها من جرائم وانتهاكات خطيرة جدا لحقوق الانسان، هذه الانتهاكات الخطيرة فرضت على منظمة الامم المتحدة حماية حقوق الانسان وحماية حريات هذا الانسان، فسمت علاقة واضحة لا تقبل الشك بين احترام هذه الحقوق وانتهاكها في المجتمعات القومية. فسمت علاقة وثيقة بين احترام هذه الحقوق، احترام حقوق الإنسان، وبين سلامة المجتمع الدولي وأمنه، حتى أن غياب احترام حقوق الإنسان ينذر بأن هذا العالم سوف يشهد صراعات خطيرة جدا لا يمكن أن يعرف مداها إلا الله سبحانه وتعالى. فقد تسببت سلوكيات ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية واليابان العسكرية في بان الحرب العالمية الثانية في انتهاكات خطيرة جدا لحقوق وحريات الإنسان، مما أدى إلى إشعال حرب عالمية مدمرة. من هنا أيقن المجتمع الدولي نتيجة لأهوال الحرب العالمية الثانية أن الاعتراف الدولي بحقوق الإنسان وتوفير الحماية الدولية لهذه الحقوق أمران لا غنى عنهما. الاعتراف بحقوق الإنسان وحماية هذه الحقوق أصبح أمران لا غنى عنهما للمحافظة على السلم والأمن الدوليين. فالخرق المتعمد أو الانتهاك المتعمد والمستمر لحقوق وحريات الإنسان من جانب سلطات أي دولة ضد الأفراد أو التجمعات العرقية في إقليمها يهدد بلا شك السلم والأمن، وخاصة بين دول الجوار في ظل التدفقات السكانية العابرة للحدود بسبب سياسات العنف والبطش، وكثيرا ما لجأت أطراف النزاعات إلى المؤسسات الدولية السياسية والإنسانية للتوصل إلى حلول المشاكل النزاهية. السؤال الأول، ما هي العلاقة بين السلم الدولي وحقوق الإنسان في ميثاق الأمم المتحدة؟ العلاقة بين السلم الدولي وحقوق الإنسان في ميثاق الأمم المتحدة بتبرز وتظهر الرابطة بين السلم الدولي وحقوق الإنسان تبرز العلاقة أو الرابطة بين السلم الدولي وحقوق الإنسان تلك الرابطة التي أوثق عراها ميثاق الأمم المتحدة، حيث قضى ميثاق الأمم المتحدة في ديباجاته أو مقدمته أن شعوب الأمم المتحدة تؤكد من جديد على إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان، وأن شعوب الأمم المتحدة تؤكد من جديد إيمانها بكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية. إذن ميثاق الأمم المتحدة في مقدمته أبرز العلاقة بين حقوق الإنسان والسلم والأمن الدوليين من خلال تأكيده على أن شعوب الأمم المتحدة أي الدول المنضمة لمنظمة الأمم المتحدة تؤكد من جديد على إيمانها بالحقوق الأساسية وللإنسان وبكرامة هذا الإنسان، وبأن الجميع متساوون في هذه الحقوق سواء كانوا رجالا أو نساء، سواء كانوا كبارا أو صغار. وجعل من بين مقاصد الأمم المتحدة
وجعل من بين مقاصد الأمم المتحدة تحقيق التعاون الدولي على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بين الناس جميعا بلا تمييز بسبب اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء. وكذلك أكد ميثاق الأمم المتحدة هذا الأمر حينما تعهد جميع أعضاء الأمم المتحدة بأن يقوموا منفردين أو مشتركين بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة لإدراك المقاصد المنصوص عليه. كذلك نصت أو من المقاصد المنصوص عليها في المادة 55 من ميثاق الأمم المتحدة أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بين الرجال والنساء ومراعاة تلك الحقوق فعليا. هكذا يمكن القول أن إيراد أو وضع حقوق الإنسان ضمن مقاصد الأمم المتحدة داخل الميثاق قد ربط بما لا يدع مجال للشك، قد ربط بين المقاصد التي من بينها مقصد حفظ السلم والأمن الدوليين ربطا لا يمكن الانفصال أو لا يقبل الفصل، بحيث يتأثر كل مقصد بأي مساس يصيب المقاصد الأخرى. فحالة الحرب أو الإخلال بالسلم تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان الأساسية، ولا سيما خصوصا الحق في الحياة. وبالمقابل يعد احترام حقوق الإنسان أحد السبل الأساسية لتحقيق السلم والأمن الدولي. لم تكن الإشارات المتكررة في الميثاق الأمم المتحدة إلى حقوق الإنسان وإلى الحريات الأساسية وحدها هي التي تثبت العلاقة الوثيقة اللي بتربط ما بين السلم الدولي وحقوق الإنسان، فإخراج المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان من نطاق الاختصاص الداخلي للدولة حتى ولو تعلق الأمر بمعاملة الدولة لرعاياها يثبت أيضا وجود هذه العلاقة. لم تكن الإشارات المتكررة في ميثاق الأمم المتحدة إلى الحريات الأساسية وحدها هي التي تثبت العلاقة الوثيقة بين السلم الدولي واحترام حقوق الإنسان، ولكن هناك مؤشر آخر وهو إخراج المشاكل المتعلقة بحقوق الإنسان من نطاق الاختصاص الداخلي للدولة حتى ولو تعلق الأمر بمعاملة الدولة لرعاياها يثبت أيضا وجود هذه العلاقة بين حماية حقوق الإنسان والسلم الدولي. أضف إلى ذلك ما تحظى به لوائح الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابعان والمتحدة من قوة إلزامية، تلك اللوائح اللي تصدر عن المجلس الاقتصادي لها قوة إلزامية إذا ما تعلقت بحقوق الإنسان. عكفت اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات التابعة للجنة حقوق الإنسان على دراسة الرابطة بين السلم الدولي وحقوق الإنسان منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث أدرجت بند في جدول أعمالها بعنوان السلم والأمن الدوليان باعتبارهما شرطا جواريا للتمتع بحقوق الإنسان. كما ربط مجلس الأمن بين السلم الدولي وحقوق الإنسان من زاوية تهديد انتهاكات حقوق الإنسان للسلم الدولي وضرورة وقف هذه الانتهاكات لضمان السلم وحفظه، حيث عقد المجلس اجتماع قمة لأعضائه حضر رؤساء الدول، وصدر عن القمة بيان ختامي عالج موضوع حقوق الإنسان باعتباره جزءا لا يتجزأ من السلم والأمن الدولي. المحافظة على السلم والأمن الدولي شرطا جوهريا للتمتع بحقوق الإنسان. المحافظة على السلم والأمن الدولي شرطا ضروريا وجوهريا للتمتع بحقوق الإنسان. يمكن القول بصفة عامة أن الترابط بين السلم الدولي وحقوق الإنسان قائم ومحقق بين طرفي الرابطة، فمن ناحية تعد المحافظة على السلم والأمن الدولي شرطا جوهريا للتمتع بحقوق الإنسان ولا سيما الحقوق الأساسية وفي مقدمتها الحق في الحياة، ومن ناحية تانية أصبح احترام حقوق الإنسان كما هو ضروري لتنمية وأمن المجتمع الداخلي أو الوطني أصبح ضرورة أيضا لأمن وسلامة العالم، بل إن مراعاة تلك الحقوق ودعمها هو الخط الأمامي للسلم والأمن الدولي. ولا يخفى أن لهذا الترابط وزنه ومخزاه في ظل عدم تجانس المجتمع الدولي في الوقت الراهن سواء في المجالات الاقتصادية أو في المجالات الاجتماعية.
النقطة الثانية في محاضرة اليوم هي متعلقة بخصوصية القانون الدولي لحقوق الإنسان بالنظر إلى القواعد التي يحتويها القانون الدولي. القانون الدولي لحقوق الإنسان له خصوصية من منظور القواعد التي يتضمنها، له بتجعل له نوع من التفرد عن غيره من أفرع القانون الدولي. يمكن استخلاص هذه الخصوصية من الأمور التالية: أولا، احتواء القانون الدولي لحقوق الإنسان على التزامات قانونية دولية محددة. احتواء القانون الدولي لحقوق الإنسان على التزامات قانونية دولية محددة، حيث لم تعد القواعد الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ذات قيمة أدبية، وإنما أصبحت هذه الحقوق هذه الالتزامات الواقعة على الدول، إنما أصبحت قواعد قانونية ملزمة تولد التزامات قانونية واضحة ومحددة على عاتق الدول في مجال حماية وحقوق الإنسان. لم تعد القواعد الدولية الخاصة بحقوق الإنسان لم تعد ذات قيمة أدبية، وإنما أصبحت قواعد قانونية ملزمة تولد التزامات قانونية واضحة ومحددة على عاتق الدول في مجال حماية حقوق الإنسان. الأمر الذي أوضحته بحق محكمة العدل الدولية حين أقرت في قضية برشلونة أو تراكشن بأن المبادئ والقواعد المتعلقة بالحقوق الأساسية للإنسان تنشئ على عاتق كل دولة واجبا نحو الجماعة الدولية بأسرها، أي نحو كل الدول الأخرى، وعليه فيكون لأي دولة مصلحة شرعية، يكون لأي دولة مصلحة قانونية أكيدة في حماية حقوق الإنسان التي باتت حقوقا عالمية تعني بالإنسان هذه الحقوق أيا كان لون هذا الإنسان أو عرقه أو لغته أو أصله، فأصبحت الأمور ملزمة على عاتق هذه الدول. معنى ذلك أن المحكمة اعترفت بصراحة بأن المبادئ والقواعد المتعلقة بحقوق الإنسان أصبحت قواعد آمرة، تعد من القواعد الآمرة والتي تعتبر حجة في مواجهة الكف، حيث ميزت المحكمة بين التزامات الدول تجاه المجتمع الدولي بأكمله وما ينشأ من التزامات تجاه الدول الأخرى في إطار الحماية الدبلوماسية للمواطنين. أوضحت المحكمة الالتزامات الناتجة عن تحريم أعمال العدوان والإباتة. ذكرت المحكمة أيضا مبادئ وقواعد تتعلق بالحقوق الأساسية، ونظرا لأهمية الحقوق المطروحة يمكن اعتبار كل الدول لها مصلحة قانونية في حمايتها، لأن الالتزامات المنبثقة عنها ملزمة للجميع. ثم تصل المحكمة إلى الخلاصة في نهاية هذه القضية بأنه عندما تقبل دولة رعاية أجانب على أراضيها، فإنها تفرض على نفسها التزامات مختلفة يتعلق بعضها بالمجتمع الدولي في مجمله، أما البعض الآخر فيخص الدولة التي يعد هؤلاء الأفراد من رعاياها. يعني عندما تقبل دولة رعاية أجانب على أراضيها، تستقبل رعاية أجانب على أراضيها، فإن هذه الدولة تفرض على نفسها التزامات محددة بعضها يتعلق بالمجتمع الدولي في مجمله بوصفها التزامات مطلقة، لأن الحقوق المنبثقة عنها حقوق أساسية للإنسان، والبعض الآخر من الالتزامات فيخص الدولة يعني الدولة الأجنبية التي يعد هؤلاء الأفراد من رعاياها، يعني بينتموا إليها بجنسيتها. الفقه بيؤكد من جانبه أن حقوق الإنسان أصبحت في هذه المرحلة قواعد لها قيمة عامة بالنسبة لجميع الدول الأعضاء في المجتمع الدولي. يشير البعض من الفقه إلى اعتبارها من القواعد الآمرة أو باعتبارها من القواعد القطعية في القانون الدولي، يعني حقوق الإنسان أو القواعد المتعلقة بحماية حقوق الإنسان أصبحت من قبيل القواعد الآمرة أو القطعية للقانون الدولي لكونها تتعلق بالمصلحة الجماعية للمجتمع الدولي بأسره ولجميع الدول مصلحة أكيدة في حماية هذه القواعد. ومثل هذه القواعد تعتبر مؤشرا للعناصر الرئيسية للنظام الدولي. وفيما يخص حقوق الإنسان، فإن القواعد الآمرة هي التي تكون محلا لاعتراف مطلق. القواعد الآمرة هي التي تكون محلا لاعتراف مطلق على قدر
ما لا نستطيع مماثلتها بالحقوق التي لا يمكن خرقها. يعني في بالنسبة لحقوق الإنسان، القواعد المتعلقة بها أصبحت من القواعد الآمرة، وهي تلك التي تكون محلا لاعتراف مطلق. فالقواعد الآمرة للقانون الدولي لا تنتج فقط من الاتفاقيات، فالقواعد الآمرة في القانون الدولي متعلقة بحقوق الإنسان لا تنتج فقط من الاتفاقيات. كذلك لا يمكن أن نعتبر معاهدة ما، كذلك لا يمكن أن نعتبر معاهدة ما في حد ذاتها منشأة لقواعد آمرة هكذا. يعني إذن القواعد الآمرة المتعلقة بمادة حقوق الإنسان لا تنتج فقط من الاتفاقيات، كذلك لا يمكن أن نعتبر معاهدة، أي معاهدة في حد ذاتها منشئة لقواعد آمرة، لا يعد ميثاق الأمم المتحدة في حد ذاته، لا يعد ميثاق منظمة الأمم المتحدة في حد ذاته نوعا من القواعد الآمرة المطلقة، غير أن بعض مبادئه مثل مبدأ حظر اللجوء للقوة قد أصبحت قواعد آمرة. لعل ظهور الضمانات الدولية لحماية حقوق الإنسان يؤكد أيضا ما تتمتع به قواعد حقوق الإنسان من قوة إلزامية آمرة، حيث لم تتوقف إلزامياتها عند حد الأمر باحترام هذه الحقوق والنهي عن انتهاكها، بل كفل النظام القانوني الدولي مجموعة من الضمانات التي تكفل احترام حقوق الإنسان، مثل إبرام معاهدات دولية جماعية تعد بمثابة معاهدات شارعة تنشئ قواعد عامة ثابتة تلزم من انضم إليها ومن لم ينضم. وفقا للإعلان الصادر في 11 سبتمبر عام 80 عن مجموعة دول بوليفيا، أو عن مجموعة دول أنديانا باستثناء دولة بوليفيا، أي تلك الاتفاق أو الإعلان الصادر عن كولومبيا والإكوادور وبيرو وفنزويلا وبانا وأسبانيا، يعد الدفاع عن حقوق الإنسان التزام دولي تزعم له الدول. الدفاع عن حقوق الإنسان طبقا لهذا الإعلان، الدفاع عن حقوق الإنسان التزام دولي تزعم له الدول، وعليه فلا يعد الدفاع عن حقوق الإنسان لا يعد انتهاكا لمبدأ عدم التدخل، العمل الجماعي الذي يباشر من أجل الدفاع عن هذه الحقوق. يعني العمل الجماعي الذي يباشر من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان لا يعد انتهاكا لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة. يمكن القول بأن حق التدخل الآن في العصر الحالي، حق التدخل الآن متاح لجميع الدول للدفاع عن حقوق الإنسان، وهذا التدخل لا يعد خرقا لمبدأ الاختصاص الداخلي ولا يعد اعتداء على الدولة، لأن الالتزام باحترام حقوق الإنسان إنما هو التزام تجاه كل الدول وليس فحسب نحو شعبها، غير أن ممارسة هذا الحق في التدخل الجماعي من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان مقيد بشروط. والذي يؤكد أيضا خصوصية القانون الدولي لحقوق الإنسان المتمثلة في احتوائه على التزامات قانونية محددة، الإدانة المتكررة من المجتمع الدولي على تصرفات الدول المنافية لحقوق الإنسان. من الأمور المؤكدة على خصوصية القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى احتوائه على التزامات قانونية دولية، الإدانة المتكررة من المجتمع الدولي عن تصرفات الدول المنافية لحقوق الإنسان باعتبار أنها تصرفات فيها انتهاك للقانون الدولي. ويعكس وجهة نظر لجنة القانون الدولي من هذه المسألة قولها إن خرقا واسعا النطاق أو إن خرقا واسع النطاق لالتزامات الدول في مجال حقوق الإنسان قد لا يكون مجرد جنحة دولية وإنما جريمة دولية. لجنة القانون الدولي عندما قالت رأيها في مسألة حقوق الإنسان ذهبت إلى أن خرقا واسع النطاق لالتزامات الدول في مجال حقوق الإنسان، إن خرق الدول لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان قد لا يكون مجرد جنحة وإنما جريمة دولية ترتكبها الدولة التي تخرق قانون حقوق الإنسان. فالعديد من قواعد حقوق الإنسان أصبح انتهاكها في الوقت الحالي يشكل جريمة دولية، مثل الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية، هي كلها جرائم يحاكم مرتكبها ولو كانوا حكاما
يملكون حصانات وامتيازات دبلوماسية سواء كانوا في الحكم أم كانوا حكاما سابقين، كما هي جرائم لا تسقط بالتقادم. جرائم انتهاكات حقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم، أي يحاكم مرتكبها مهما كانت المدة الزمنية التي انقضت على ارتكاب هذه الجرائم. العديد من قواعد حقوق الإنسان في العصر الحالي نؤكد أنها أصبحت انتهاكا يشكل جريمة دولية، مثل جرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية. هذه الجرائم يحاكم مرتكبها ولو كانوا حكاما يملكون حصانات وامتيازات دبلوماسية، وسواء كانوا في الحكم أم كانوا حكاما سابقين، كما هي جرائم لا تسقط بالتقادم، أي يحاكم مرتكبها مهما كانت المدة الزمنية التي انقضت على ارتكاب هذه الجرائم. تاني نقطة في تؤكد على خصوصية القانون الدولي فيما يتعلق بموضوع حقوق الإنسان، هو أن القانون الدولي لحقوق الإنسان إنه هو يمثل نظام قانوني موضوعي. يمثل نظام قانوني موضوعي. من خصوصية القانون الدولي لحقوق الإنسان أنه لا يعترف بمبدأ المعاملة بالمثل. من خصوصية القانون الدولي لحقوق الإنسان أنه لا يعترف بمبدأ المعاملة بالمثل الثابت في القانون الدولي التقليدي. فلا تستطيع دولة ما أن تربط احترامها للحقوق التي يكفلها هذا القانون للأفراد والشعوب باحترام الدول الأخرى لهذه الحقوق. يعني من خصوصية القانون الدولي لحماية حقوق الإنسان أن هذا القانون لا يعترف بمبدأ المعاملة بالمثل الثابت في القانون التقليدي، وبالتالي لا تستطيع دولة، أي دولة مهما كانت، أن تربط احترامها لحقوق الإنسان باحترام الدول الأخرى لهذه الحقوق، حيث أن هذه الأخيرة حقوق الإنسان ليست بضاعة تخضع لقاعدة الإيجاب والقبول ولا لقاعدة تبادل النقل الملكي. حقوق الإنسان ليست بضاعة تقبل أو تخضع لقاعدة الإيجاب والقبول ولا لقاعدة تبادل النقل الملكي، إنما هي قواعد تمثل نظام قانوني موضوعي يخص الجميع، ولذلك تم استبعاد قاعدة المعاملة بالمثل. وهذا ما أكدته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حكمها الصادر في 18 يناير سنة 78، حيث قررت المحكمة الأوروبية أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على خلاف المعاهدات الدولية من النوع التقليدي. أكدت المحكمة أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على خلاف المعاهدات الدولية من النوع التقليدي. هذه الاتفاقية تخلق التزامات موضوعية تتجاوز مبدأ المعاملة بالمثل. هذه الاتفاقية الخاصة بحقوق الإنسان تخلق التزامات موضوعية تتجاوز مبدأ المعاملة بالمثل بين الدول. وحسب التحليل الذي أجرته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري لعام 51، فإن المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان لا ترمي إلى المصالح المتبادلة للدول، وإنما هي معاهدات شارعة تتعلق بحقوق الإنسان، تنشئ قواعد قانونية دولية موضوعية لا يتوقف الالتزام بتنفيذها من قبل دولة طرف على احترام الدول الأخرى، أي لا يتوقف تنفيذها على مبدأ المعاملة بالمثل. أكدت كذلك اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الالتزامات التي تتقيد بها الدول المتعاقدة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ذات طابع موضوعي، إذ تهدف هذه الاتفاقية إلى حماية الحقوق الأساسية للأفراد ضد تعديات الدول المتعاقدة أكثر من كونها تخلق حقوقا شخصية. الفقه من جانبه بيذهب إلى أن الالتزام بالمبادئ الأساسية المتعلقة بوجوب احترام حقوق الإنسان لم يعد قاصر على الدول التي قامت بالتصديق على الوثائق أو على الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، وإنما هذا الالتزام يمتد ليشمل سائر أعضاء الجماعة الدولية، على اعتبار أن تلك المبادئ قد أصبحت إحدى الأسس التي يقوم عليها التنظيم الدولي المعاصر. بيذهب جانب آخر من الفقه إلى القول بأن الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان بصفة خاصة المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية تمثل نوعا من الالتزامات الموحدة، أو تمثل نوعا من الالتزامات
المتكاملة، بمعنى أنها تستوجب وحدة المعاملة، تستوجب التزام جميع الدول بها دون شرط المعاملة بالمثل تجاه كل الأفراد المخاطبين بها. هكذا يمكن القول أن الاتفاقيات والإعلانات الخاصة بحقوق الإنسان قد أوجدت بذاتها التزامات موضوعية تتجاوز مبدأ المعاملة بالمثل بين الدول، بحيث لا يتوقف الالتزام بتنفيذها من قبل دولة على احترام الدول الأخرى بهذه الحقوق. فهذه الالتزامات هي من قبيل الالتزامات الشخصية، هذه الالتزامات ليست من قبيل الالتزامات الشخصية التبادلية. مثل هذا النظام القانوني الموضوعي في مجال حقوق الإنسان يجب أن يذعن وأن يخضع له سائر أعضاء الجماعة الدولية. ثالث نقطة أو ثالث خصية بتؤكد على خصوصية القانون الدولي هو قيامه على قواعد عرفية واتفاقية. يتميز القانون الدولي لحقوق الإنسان بقيامه على قواعد وضعية مصدرها العرف، وهذه الصورة التقليدية، وأخرى مصدرها الاتفاق الدولي. هذه الصورة تمثل الشكل الحديث له، فالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان تعبر في الحقيقة عن القواعد العرفية، ومن ثم يستوي في الالتزامات بها الدول التي قابلتها عن طريق التصديق، أو الدول التي قابلتها عن طريق الانضمام لها، أو غير ذلك من الدول التي ليست أطرافا فيها. هكذا يمكن القول أن الالتزام الدولي باحترام حقوق الإنسان إنما هو التزام يرتكز على مبدأ عام ذو طابع عرفي على المعادات والاتفاقيات المتفق عليه، وأن أثر هذا الاتفاق حجة في مواجهة الكفة، هذا الالتزام حجة في مواجهة الكفة تكفله الجماعة الدولية بأسرها. عند البحث عن القواعد العرفية المتعلقة بحقوق الإنسان يجب يعني توخي الحذر الشديد، ومع ذلك تكشف الممارسة الدولية أن القانون العرفي يرجع في بداية الأمر، أو أن القانون العرفي يدين في بداية الأمر الانتهاكات الجسيمة أو المنهجية لحقوق الإنسان. القانون العرفي يدين الانتهاكات الجسيمة أو المنهج أو المنهج المنهج الممنهجة لحقوق الإنسان، في حين تؤكد دول أوروبا الشرقية أن البدء أو في البدء أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تتمثل بصفة أساسية في التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا، وأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تتمثل في التمييز العنصري أو إبادة الجنس البشري أو النزعة الاستعمارية، ومن بعد امتد هذا المفهوم إلى انتهاكات على درجة كبيرة من الخطورة، بما في ذلك الحريات المدنية والسياسية. إذا كانت سمة حقوق لا يمكن للدول أن تمسها بأي حال من الأحوال باعتبارها حقوق مقدسة كالحق في الحياة وحظر التعذيب والمعاملات أو العقوبات غير الإنسانية وحظر الرق، نجد أن وحظر الرق وحظر العبودية وعدم رجعية القوانين في المجال الجنائي، جميعها يعني جميع كل هذه الموضوعات تمثل أساس صلب أو نواة صلبة مشتركة لثلاث اتفاقيات حسب ما هو مقرر في المادة 4 فقرة 2 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ومن الاتفاقية الأوروبية والاتفاقية الأمريكية، فإن هذه الحقوق لا يمكن مخالفتها، ليست فقط هي التي تمثل الطابع العرفي، وإنما تمثل هذه القائمة الحد الأدنى، تمثل هذه القائمة الحد الأدنى والذي يمكن أن يلحق به أيضا حظر إنكار العدالة. الأمر الذي يطابق تقريبا مضمون المادة الثالثة المشتركة لاتفاقية جنيف الأربع المطبقة على النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي. لكن محكمة العدل الدولية أثبتت في قضية نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية أن أحكام هذه المادة ذات طابع عرفي بصفتها تعبيرا عن المبادئ العامة الأساسية. هكذا يمكن القول أن كل من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان يقومان على قواعد عرفية، وهي الصورة المألوفة. نقطة الرابعة أن القانون الدولي لحقوق الإنسان بيعبر عن مصلحة إنسانية مشتركة. القانون الدولي لحقوق الإنسان يعبر عن مصلحة إنسانية مشتركة.
فإذا كانت الحقوق التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان والالتزامات التي يقررها تتضمن نظاما قانونيا موضوعيا وتعد حجة في مواجهة الكفة وقواعده ذات صفة آمرة، فطبيعي جدا أن يكون هذا القانون معبرا عن مصلحة إنسانية مشتركة للجماعة الدولية بأسرها، حيث لا يعبر عن هذه المصلحة، حيث يعني وكيف لا يعبر هذا القانون عن المصلحة العامة للجماعة الدولية وهو يهدف إلى كفالة واحترام حقوق الإنسان الذي لا ينظر إليه في فرضيتها بل ينظر إلى الجماعة البشرية بأسرها، كما يتجاوز الفرد ليمتد إلى بسط الحماية على كل التجمعات البشرية، وعليه فيكون لكل دولة مصلحة مشروعة وكل دولة لها مصلحة أكيدة في إثارة دعوى المسؤولية عن انتهاك حقوق الإنسان بغض النظر عن جنسية الفرد الذي تم انتهاك حريته. إذا كانت موضوعات القانون الدولي هي موضوعات أصبحت دولية ولكل دولة أكيدة مصلحة أكيدة في إثارتها، فيجب أن تكون كذلك لكل دولة مصلحة مشروعة في إثارة دعوى المسؤولية عن انتهاك حقوق الإنسان بغض النظر عن جنسية الفرد الذي انتهكت حقوقه، إذ تعد دعوى المسؤولية دفاعا عن احترام حقوق الإنسان بصفة عامة. تعد دعاوي الدفاع عن احترام حقوق الإنسان من الدعاوي الشعبية ذات النطاق العالمي، لأن الالتزامات التي تتقيد بها الدول في مجال حقوق الإنسان تعد حجة في مواجهة الكافة، ومن ثم يكون لأي دولة مهما كانت صفة إقامة الدعوة، يكون لأي دولة صفة إقامة الدعوة فسمة مصلحة جماعية أو مشتركة تتمثل في احترام حقوق الإنسان. يشهد على ذلك كل التطورات التي بدأت منذ الدعوة إلى مؤتمر هلسنكي للأمن والتعاون الأوروبي في العاصمة هلسنكي عام 75، الخاصة بمتابعة مقررات هذا المؤتمر، حيث كان احترام حقوق الإنسان وكفالة حمايتها أحد المبادئ التي أعلن الأطراف عن استعدادهم لاحترامها ووضعها موضع التنفيذ. ومن ذلك نخلص إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان، أن من الخصائص المميزة لهذا القانون هو احتوائه على قواعد قانونية ملزمة بينتج عنها التزامات قانونية واضحة محددة، الأمر الذي أكده الفقه والقضاء الدولي. كما يمثل القانون الدولي لحقوق الإنسان نظاما قانونيا موضوعيا يخص الجميع، فلا يعترف هذا القانون بمبدأ المعاملة بالمثل، حيث تغيب عنه الالتزامات الشخصية التبادلية، الأمر الذي أكده القضاء والفقه الدوليين. كذلك يتميز القانون الدولي لحقوق الإنسان بقيامه على قواعد عرفية، ويتميز القانون الدولي لحقوق الإنسان بقيامه على قواعد اتفاقية تمثل التطوير والتحديث لهذا القانون. أخيرا، بيعبر القانون الدولي لحقوق الإنسان عن مصلحة إنسانية مشتركة، إذ قد تبين لنا من العرض السابق أن الحقوق والالتزامات التي يقررها هذا القانون إنما هي حجة في مواجهة الكافة، وبالتالي يجب أن يكون هذا القانون بما يحتويه من قواعد قانونية واضحة ومحددة ينبثق عنها التزامات دولية قانونية محددة، يجب أن يكون هذا القانون دون أدنى شك معبرا عن المصلحة العامة للجماعة الدولية بأسرها، خصوصا وهو يهدف إلى كفالة احترام حقوق الإنسان، فيكون لكل دولة مصلحة مشروعة وأكيدة في تحريك دعوى المسؤولية عن انتهاك حقوق الإنسان. بهذا نكون قد انتهينا من الجزء الخاص بالقسم الأول، ويبقى لنا نقطة أو موضوع صغير جدا، وهو مدى حق الأجانب في ممارسة المهن الحر. طبعا هذه النقطة الأخيرة هي موجودة في القسم الثاني، وهي المعاملة الخاصة بالمصريين والأجانب طبقا للقانون المصري. المبدأ في القانون الدولي سريعا بيعتمد هنا القانون الدولي على ذات المبدأ المقرر في حق الأجانب في العمل، فاعترف القانون الدولي بحق الأجانب في ممارسة المهن الحرة
ولا يخل بذلك الاعتراف ضرورة الحصول على ترخيص معين او استلزام توافر شروط معينة مثل شرط المعاملة بالمثل بالنسبة للعمل، ولا يخل بذلك ايضا قصر ممارسة بعض المهن على الوطنيين واقصاء الاجانب عنه. الوضع في القانون المصري، يمكن التمييز في القانون المصري بين مهن حرة اجاز المشرع ممارستها بواسطة الاجانب من رعاية الدول العربية فقط، وبين مهن حرة اجاز المشرع للاجانب على الاطلاق ممارستها. الشرع المصري فرق او ميز ما بين مهن حرة اجاز لرعاية الدول العربية فقط بممارستها، وفي مهن اجاز لكل الاجانب ممارستها. اولا المهن التي اجاز المشرع لرعاية الدول العربية فقط ممارستها، من تطبيقات هذه المهن مهنة المحاماة والصيدلة، حيث اشترطت المادة 13 من قانون المحاماة في من يطلب قيد اسمه يعني يأيد اسمه في الجداول او الجدول العام ان يكون هذا الشخص مصريا. ثم قضت المادة 42 من القانون بانه للمحامين من رعاية الدول العربية ان يكون لهم الحق في المرافعة امام المحاكم المصرية بالاشتراك مع محامي مصري من نفس الدرجة بشروط معينة. يعني المشرع في المادة 42 اجاز لرعاية الدول العربية المشاركة او الترافع امام المحاكم المصرية بالتشارك مع محامي مصري بشروط معينة. الشرط الاول هو الحصول على اذن من النقابة العامة يعني نقابة المحامين. اثنين ان يتم ذلك، ان يتم الترافع بصدد دعوة معينة بالذات يعني قضية محددة بالذات. وبعد كده اشترط شرط المعاملة بالمثل، والا يكون موضوع الدعوة طعن دستوري او اداري. يبقى المشرع المصري اباح لرعاية الدول العربية الاشتراك في الترافع امام المحاكم المصرية بشروط معينة. الحصول على اذن من نقابة المحامين، ان يتم هذا الترافع بصدد قضية محددة بالذات، شرط المعاملة بالمثل، الا يكون موضوع الدعوة طعن دستوري او اداري. بيتضح من النص السابق ان المشرع المصري قد منع الاجانب من غير رعاية الدول العربية من ممارسة مهنة المحاماة في مصر، تقديرا من المشرع المصري لحساسية وقدسية المحاماة واتصالها بمرفق القضاء، وان اجاز لرعاية الدول العربية المرافعة امام المحاكم المصرية بالشروط السابقة. اما بالنسبة لمهنة الصيدلة، فيشترط طبقا لنص المادة الثالثة من قانون نقابة الصيدلة للقيد بالجدول العام للنقابة ان يكون طالب القيد في جدول الصيادلة ان يكون مصريا او من احدى الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل وبعد موافقة الجهات المختصة. وهذه الشروط تتشابه الى حد كبير مع شروط مهنة المحاماة. ما هي المهن التي اجاز المشرع المصري للاجانب على الاطلاق ممارستها؟ طبعا توجد العديد من المهن الحرة اجاز المشرع المصري للاجانب من رعاية جميع الدول ممارسة هذه المهن بشروط معينة، منها شرط المعاملة بالمثل، بمعنى ان تجيز قوانين الدول الاخرى للمصريين ممارسة هذه المهن. من بين هذه المهن اهم تطبيقاتها هي مهنة الكيمياء الطبية والطب، ومهنة الطب البيطري وطب الفم والاسنان، ومهنة العلاج الطبيعي. من ذلك يتضح لنا ان المشرع المصري تمشيا مع ومتفقا مع ما هو معمول به في القانون الدولي هو إجازة عمل الأجانب للمهن الحرة داخل البلاد. إيه المهنة الحرة؟ هي المهنة التي يمارسها الشخص بصفة مستقلة باسمه ولحساب نفسه، بحيث تنصرف إليه كل نتائج أعمال هذه المهنة من ربح أو خسارة. فالشخص عندما يمارس مهنة حرة إنما يمارسها باسمه ولحسابه ويتحمل كافة النتائج المرتبطة، وهذا الأمر يختلف مع العمل التابع. فالعمل التابع هو العمل الذي يعمل فيه الإنسان تحت سيطرة وتحت سلطة شخص آخر هو اسمه رب العمل. فالفرق ما بين العمل التابع والمهن الحرة أن العمل التابع يكون هناك تبعية اقتصادية وتبعية لشخص معين يسمى رب العمل، وهناك علاقة تعاقدية بين رب العمل والعامل. أما بالنسبة للمهن الحرة، فمهن الحرة يمارسها الشخص انطلاقا من استقلاليته في ممارسة هذه المهنة، فهو يمارس هذه المهنة باسمه ولحسابه دون تبعية لأحد. المشرع المصري فيما يتعلق بالمهن الحرة فرق ما بين مهن
تكون قاصرة على رعاية الدول العربية، على رعاية الدول العربية ومهن أخرى أجازة لكل الأجانب ممارسين. بالنسبة للمهن التي قصرها المشرع المصري على الأجانب من رعاية الدول العربية هي مهنة المحاماة ومهنة الصيدلة. كما ذكرنا المادة 13 من قانون نقابة المحامين يشترط في من يقيد اسمه في الجداول أو الجدول العام أن يكون مصريا، ثم قضت المادة 42 وأجازت للمحامين من رعاية الدول العربية الترافع أمام المحاكم المصرية بمشاركة محامي مصري، بس بشروط. الشروط ديت الحصول على إذن من نقابة المحامين، 2 أن يتم ذلك بصدد دعوة معينة بالذات، يعني دعوة محددة، ما يكونش توكيل عام أو ترافع عام لكل القضايا، وإنما يترافع أمام قضية محددة بالذات. الشرط الثالث أن يكون هناك معاملة بالمثل، أن تسمح دولة هذا الأجنبي في الدولة العربية للمصري بالترافع أمام المحاكم العربية في هذه الدول. رابعا ألا يكون موضوع الدعوة طعنا دستوريا أو طعنا إداريا، فهذه الأمور خاصة بالمصريين فقط. أما بالنسبة لمهنة الصيدلة فاشترط فيها المشرع كذلك شرطين، شرط المعاملة بالمثل وشرط الحصول على إجازة مزاولة المهنة. أما بالنسبة للمهن التي أطلق المشرع المصري فيها يد الأجانب للعمل فيها بدون قيد أو شرط سوى المعاملة بالمثل فقط، هي مهن الكيمياء الطبية والطب والطب البيطري ومهنة طب الأسنان وكذلك مهنة العلاج الطبيعي. بهذا نكون قد انتهينا من المقرر الخاص بمادة حقوق الإنسان. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وإن كنت أرغب في أن يكون هناك لقاء مباشرا بيني وبينكم، إلا أن الظروف كما قلنا حالت دون ذلك، فندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا البلاء وهذا الوباء عن مصر، وأن يعافينا جميعا، وأن تكون سنة سعيدة إن شاء الله. وفي النهاية أكرر لكم كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك. إن شاء الله لو في إمكانية هيبقى هناك تواصل سواء عن طريق مركز التعليم المفتوح أو عن طريق محاضرة إضافية، إذا كانت هناك أي ملاحظات فيمكن إرسالها إلى المركز، والمركز سوف يكون بإرسالها إلي إن شاء الله. أحب يعني أطمنكم إن المادة بتاعتنا مادة سهلة إن شاء الله، الامتحان سوف يكون امتحان سهل جدا، هيكون امتحان عبارة عن بابل شيت صح وغلط، لن يخرج عن المحاضرات التي ذكرناها، وبالتالي يعني أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.